أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نفتتح هذه السنة الشيئية في ظروف استثنائية وبصيغة مختلفة، فهي مليئة بالتحديات خاصة في ظل أثار الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب والعالم. كما أن هذه السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف واستحضار حصيلة عملكم التي ستقدمونها للناخبين. وكما تعلمون فإن هذه الأزمة ما زالت مستمرة بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ويبقى المهم والتحلي باليقظة والالتزام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة دعم القطاع الصحي بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد أبانت هذه الأزمة من مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل. لذا أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وإصلاح مؤسسات القطاع العام. ومن شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الذي نتطلع إليه. وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، فيتهدف لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل. وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل ضمان شروط نجاحها انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات.
ففي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات من خلال آليات القروض المضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها إلى حدود الآن ما يزيد من 20,000 مقاولة مغربية بما يقارب 26 مليار و100 مليون درهم، وهو ما مكن هذه المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة وتخفيف حدة آثارها ومن الحفاظ من مناصب الشغل. إذا ينبغي مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي دعونا لإحداثه، وقد قررنا أن نطلق عليه اسم صندوق محمد السادس للاستثمار. وإننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه على الوجه الأمثل، فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. كما وجهنا بأن ترصد له 15 مليار درهم من ميزانية الدولة بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته والمساهمة في المشاريع الاستثمارية دعما لخطة الإنعاش وتوسيع آثارها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له حسب المجالات ذات الأولوية التي تقتضيها كل مرحلة وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات نذكر إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة. ونود التأكيد هنا على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي. في الظروف الحالية يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة. وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة في إطار هذا المشروع بما يقرب 38 مليار درهم على المدى المتوسط، وهو ما سيمكن من خرق قيمة مضافة لتمثل حوالي 2 إضافيتين سنويا من الناتج الداخلي الخام وإحداث عدد هام من مناصب الشغل خلال السنوات القادمة. لذا يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي عن طريق خلق المقاولات ودعم التكوين، لا سيما في المهن والخدمات المرتبطة بالفلاحة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق يرتكز على 4 مكونات أساسية. أولا، تعميم التغطية الصحية الإجبارية ففي أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي من المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء أو الاستشفاء والعلاج. ثانيا،
تأميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها 3 ملايين أسرة. ثالثا، توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المغاربة الذين يمارسون عمل ولا يستفيدون من معاش. رابعا، تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قارب. ولهذه الغاية ندعو للتشاور الواسع مع جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجئة لهذا المشروع المجتمعي في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على انضمامه على أنظمة الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن نجاح أي خطة أو مشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها. ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع. فما نتطلع للدور الهام الذي ستقوم به في هذا المجال الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة وتتبع أدائها. ذلك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية. ولهذه الغاية ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتضافر جهود الجميع لرفع تحدياتها. ونختم من هذا الموعد الدستوري الهام لندعو كل المؤسسات والفعاليات الوطنية وفي مقدمتها البرلمان للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة وتطلعات المواطنين. فالمسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين أو لا يكون. وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي في إطار الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.